من ضمن خطة وزارة الثقافة لتكريم رموز الموسيقى، دار الأوبرا نظمت حفلة لأعمال الموسيقار الراحل عمار الشريعي. طبعا دي كانت على المسرح الكبير، وبرنامج الحفلة قدم مجموعة من ألحانه اللي قدمها لكبار المطربين، بجانب أكيد تترات المسلسلات الشهيرة اللي لحنها يدينا وكلنا عارفينها وحافظينها وجميلة جدا. طبعا شارك كمان في الغناء الاحتفال العدد الكبير طبعا من المطربين، من بينهم الفنان علي الحجار وهشام عباس والفنانة هدى عمار، وحضر فنانين ومخرجين كانوا زمايل الموسيقار الراحل في مشواره الفني الكبير. احنا في صباح الورد عملنا تقرير عن الاحتفالية اللي نظمتها دار الأوبرا، تعالوا نشوفه، ومنه هنروح لأول فقراتنا، انتظرونا. احنا ابتدينا مع بعض من الاول، عمار كان اول ما لحن، اعتقد لحن ليا وللاصدقاء، انما هو كنت اعرف عمار قبل كده وهو عازف، كان عازف اكورديون مفيش كده ابدا، وعازف اورج مفيش كده، وبعدين اتجه للتلحين وللتوزيع الموسيقي. اول لحن غنيته أديب، مسلسل أديب، ده كان أول لقاء بيني وبين عمار، كنا لسه بس صغيرين احنا الاثنين وابتدينا نبقى أصحاب، فعملنا لحن أديب، ده لحن عبقري عمله لنا عمي سيد حجاب الله يرحمهم الاثنين طبعا، فكان ده قريب من قلبي قوي قوي. وبعدين عمار اسكندرية دي بقى وللثروة حسابات أخرى أنا غنيتها، وفي حلم الجنوبي، وفي أنا وعمار عاملين حاجات كتيرة جدا، استعدادات ممتعة واستعدادات شاقة جدا، وفي غاية المتعة كلنا استمتعنا بيها في من خلال البروبات والتحضيرات، كانت رحلة شاقة لينا جدا لكن بكل متعة يستاهلها الموسيقار عمار الشريعي. كانت أصعب حاجة إن احنا نقدر نختار أعمال تتقدم في ساعتين وهو عامل بحر من الموسيقى، سواء العاطفية سواء الدراما من خلال المسلسلات، سواء الأغاني الوطنية، سواء الأطفال، كوليكشن كبير جدا وبرايتي كتير جدا، وقدرنا الحمد لله نجمع منه باقة كده نقدمها للجمهور المصري والجمهور العربي. احساسي بجد ان هي حفله للتاريخ، حفله بصمه لدار الاوبرا، وبصمه كالعاده يعني من الحاجات العالميه اللي بتعملها دار الاوبرا. انا رحت البروفا لقيت اول بروفا موجود فوق ال 120 عازف، فاول مره ادخل اتخض قمت قافل الباب وخارج تاني. الموضوع فعلا مخيف، موضوع موتر، وخاصه ان المايسترو تامر غنيم طبعا تاريخ وعلامه مميزه، براند يعني بالنسبه لنا، الموضوع كبير قوي. يعني دول اساتذتنا والناس اللي احنا طلعنا عليهم، ويعني حاجه جميله، يعني فخر، تحسي فخر. بصي الحفله دي بجد انت تحسي ان في مصر، مصر بتتكلم. الحفله دي مش عشان احنا مشاركين فيها، لا، هو الحدث كله على بعضه بالاعمال كانك قاعده كده، لا انت بتسترجعي تاريخ، وبجد كانك يعني مش عارفه اقول لك غير ان هي مصر بجد، يعني الحفله دي في حب مصر.